حوادث كثيرة وضحايا عدة، وأكثرهم من الأطفال الذين أصبحوا فريسة سهلة للكلاب المسعورة بمحافظة إب، التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبحت كابوس يخوف قلوب العديد من الأسر خوفاً على أطفالهم. وبعد انتظار طال أمده، تحركت الجهات المختصة بالمحافظة في حملة لإبادة الكلاب الضالة والمسعورة نفذتها مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحصين وبمشاركة مجتمعية. برعاية اللواء الشيخ عبد الواحد محمد صلاح محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، تم تدشين حملة لإبادة الكلاب الضالة في محافظة إب بدعم مكاتب الأشغال العامة والطرق الصحة والسكان صندوق النظافة، وهناك بعض المساهمات المجتمعية الحكومية، حيث من المتوقع أن تستمر الحملة لأكثر من 10 أيام، وقد تشمل بعض المديريات الأخرى مثل يريم أو القاعدة والعدين وعبيش حالة توفر المبيد ووصولهم من أماكن الشراء. هذه الحملة جاءت بهدف حماية الأطفال وطلاب المدارس والمارة، خاصة بعد تزايد انتشار للكلاب المسعورة التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، لتستهدف الحملة عدة مديريات منها المشنة والظهار وريف إب ويريم وجبلة ومدينة القاعدة. لكن صعوبات كثيرة واجهت الحملة، منها انعدام السمو في الأسواق نتيجة للحرب والحصار. والله نتعامل مع الكلاب يعني بإعطائهم الجرعة، الدخول إلى محلات الطعام والمحلات الذي هم يعني الموبوءة بها الكلاب، ونتعامل معهم بالجرعة، وبعد ما نعطيهم الجرعة ننتظر ونشيك المنطقة بعد بالقلاب ونأخذ من فوق القلاب مع العمال الزملاء الموجودين. لقد بدأت الحملة يوم أمس يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2021 في مديرية المشنة، وانطلقت من منطقة الذهوب مرورا بأحوال الثلاث ثم الجبانة الوسطى والعليا والسفلى وبعض الأحياء في مديرية المشنة. قد كانت حصيلة الجرع تقريبا 156 جرعة، تم حصاد 126 كلب نافقة و26 كلب كانت شاردة، تم الحصول منها في اليوم الثاني حوالي 11 كلب مبلغ عنها. الحملة تتكون من فريق لديه 9 فنيين ومتطوعين وقت الفترة المسائية، لتستمر 10 أيام، ويرافقها برنامج توعوي بطرق ووسائل الحماية من الكلاب المسعورة.